سي لمينه، انتما في نادي اتحاد درب غلف لكره القدم داخل القاعه يعني تتحتجوا وتتقولوا بانكم ما تستافدوش من مركب سوسيو رياضي تاع المنطقه هذه، علما بان هذا المركز تاع السوسيو رياضي في جدار يعني ديال باش الاولاد درب غلف باش يستافدوا منه، علاش ما تستافدوش منه لحد الساعه؟ اولا غير للتوضيح، يعني هذه المعلمه الرياضيه تتجي في اطار البرنامج الاستعجالي اللي نادى به جلاله الملك نصر الله واياده، يعني في الخطاب ديالو من اجل يعني اعاده احياء مدينه الدار البيضاء. ومنذ البرنامج الاستعجالي يعني منذ سنه 2014 هو هذا البرنامج حنا تنترافعوا فيه، وهذا السيد رئيس ديال مقاطعه المعارف يعني سبق يعني الشبكه ديال الجمعيات صادفاته في احد اللقاءات من اجل يعني الترافع من اجل اخراج هذا يعني هذه المعالم الرياضيه ديال المنطقه للحيز الوجود. يعني بفضل السيد الوالي والحرص ديالو يعني بالتواجد ديالو والزياره يعني الميداني ديالو يعني خرج هذه المعلمه الرياضيه سواء من القاعه المغطاه سواء من الملعب الرياضي، ومجموعه من المنشات يعني ثقافيه تربويه يعني مازال انا غتراءى يعني النور عما قريب. ولكن للاسف الشديد يعني بعد تشتين هذه القاعه من طرف السيد الوالي بحضور السيد رئيس جهه مجلس جهه الدار البيضاء 16 والسيد رئيس مجلس العماله وكذلك رئيس مقاطعه المعارف والسيده العمده، يعني الساكنه ديال درب غلف يعني يعني فرحانه. حضروا في رمضان كانت واحد الليله رمضانيه، يعني الكل كان فرحان بان كاين واحد القاعه اللي ممكن انها غادي تكون فرصه من اجل يعني ترسيخ الثقافه ديال التربيه على المواطنه لدى الناشئه. للاسف الشديد يعني منذ رمضان الى الان ما عمر شي نشاط رياضي دار في هذه القاعه للاسف. كذلك اننا فاش بدا يعني الانطلاقه ديال الموسم الرياضي نادي اتحاد درب غلف وضع الطلب ديالو، وكانت عندنا لقاءات مباشره مع السيد رئيس المقاطعه، طلبنا منه في مجموعه من المرات ان يعني الفريق الوحيد اللي كاين في المنطقه تيدير الفوتسال، واليوم يعني كاين انجاز تاريخي ديال المنتخب الوطني، والمدرب ديال المنتخب الوطني تيقول لك يعني ما كاينينش مجموعه من المنشات باش نقدروا نلقيو هاد يعني او نقلوا هاد الكره او هاد الرياضه الوليدات ديال الاحياء الشعبيه. قال يعني بالحرف بان نحن يعني علمنا الناس كبار ما علمناش الوليدات الصغار، وكنا فرحانين يعني تكون هاد القاعه هي فرصه باش نعلموا وليدات الحي يلعبوا هاد الكره داخل القاعه على اساس اننا يمثلوا يعني المنتخب، انهم يشاركوا وكذلك انهم يكونوا تيبعدوا على الانحراف ويبعدوا على. ولكن انتم كجمعيه يعني قلت لي عندكم اتصال مع رئيس المقاطعه، اشنو المبررات ديالو انه تيرفض يحل لكم الموقع في وجهه؟ رئيس المقاطعه تيقول لك ان السيده ممثله وزاره الشباب والثقافه بانها قالت لي بان الارضيه ما صالحاش الممارسه كره داخل القاعه. انا للاسف واللي تيضحكني هو ان الناس اللي تيلعبوا الباسكيت ديك تيلعبوا بكره ونفس السبرديلات، الناس اللي تيلعبوا كره اليد يعني عندهم سبرديله وكره، والناس ديال كره القدم داخل القاعه باش يلعبوا واش عندهم شي الات اخرى حاده اللي غتقدر يعني تخسر هذه الارضيه؟ مع العلم ان الارضيه راه عاديه وهذه الارضيه كاينه في جميع القاعات اللي تنشاركوا فيها على صعيد جهه الدار البيضاء. للاسف يعني ما عرفناش شنو السبب الحقيقي وراء يعني اقصاء الشباب ديال منطقه درب غلف، وهذا يعني غير يعني حلقه اولى، كاينين مجموعه من الحلقات اللي غنبداوها من الان باننا كاين اقصاء من طرف هذا رئيس المقاطعه في مجموعه من الاشياء، يعني ما هضرش على الناقل ما هضرش على بزاف الحوايج، ولكن انا اليوم تنطلب من السيد والي جهه الدار البيضاء انه يدخل تدخل ديالو عاجل وانه يرجع هذه القاعه للوزاره الوصيه اللي هي اللي كانت تشرف عليها، وما كانش عندنا مشكل يعني كانت وزاره الشباب والثقافه هي اللي تشرف على جميع المنشات. يعني الطلب ديالي السيد مهيديه هو انه ينصفنا وياخذ الطلب ديالي، وحنا راه غنديروا ملتمس للسيد الوالي في اقرب وقت، يعني مجموعه ديال الجمعيات انها مقصيه، ماشي غير نادي اتحاد درب غلف اللي تيمارس كره القدم داخل القاعه، كاين مجموعه من الرياضات ما يعني ما تمش للسماح لهم انهم باش يمارسوا الرياضه في مجموعه من الانشطه ديالهم، وتم الوضع الطلب ديالهم لدى رئيس المقاطعه، ولكن للاسف يعني تيتم اما التجاهل ديال الطلب ديالهم اما انه ما تيكونش يعني واحد رد ايجابي من طرف ديالهم.